تواصلت لليوم الثاني فعالية معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أكد وزير الاتصالات ياسر القاضي أن العام الحالي شهد تنسيقا عربيا استثنائيا في مختلف القضايا، وخاصة من خلال فعاليات المؤتمر العالمي لتنظيم الاتصالات بالأرجنتين الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي. لا يجب أن يجعلنا نغفل التنسيق العربي الاستثنائي الذي شهده هذا العام من خلال العديد من الاجتماعات الهامة، وخاصة فعاليات المؤتمر العالمي لتنظيم الاتصالات والذي عقد بالأرجنتين في أكتوبر الماضي. كما نأمل في مزيد من التنسيق العربي خلال المرحلة المقبلة من أجل إعداد موقف عربي موحد خلال مؤتمر المندوبين المفوضين المزمع عقده في أكتوبر 2018 بدولة الإمارات العربية المتحدة.